اليوم نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، نقول لهم يا شعبنا العزيز المكرم المجاهد، اقتدوا بإخوانكم الجزائريون. بقي المستعمر الفرنسي قرن واثنين وثلاثين سنة ولكن عصا الجزائر لم تنكسر. نقول لكم اقتدوا بالأمير عبد القادر، اقتدوا بفاطمة سومر، اقتدوا بالثورات الجزائرية. العبادة الفرنسية لم تنسى في الجزائر. 8 ماي 45 ألف 17 أكتوبر الماضي في لسان تاع فرنسا وغيرها من الإبادات الفرنسية الكافرة الغاشمة. نقول لكم اقتدوا بإخوانكم الجزائريين، لا ينثني عصاكم، كونوا يكون الله معكم، الله معكم، الله معكم، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو اجتباكم، هو اجتباكم، ونحن معكم مظلومون، نحن معكم ظالمين أو مظلومين. تحيا فلسطين. اليوم رانا احنا كطلبة جامعيين نمثل النخبة تاع المجتمع الجزائري في الجامعة الجزائرية، احنا اللي نكونوا خزان المجتمع المدني. رانا اليوم كامل واقفين الوقفة تاع الرجل الواحد من أجل نصر القضية الفلسطينية. رانا شايفين باللي المجتمع الدولي لا يجرم مثل هذه الانتهاكات في حق الإنسانية، ونحن هنا كعرب، من ينصر العرب غيرنا؟ نحن هم فلسطين، الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. سعيد جدا أن أشارك في هذه المسيرة، مسيرة العزة، مسيرة الفخر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني العزيز علينا نحن كجزائريين. هي مسيرة وفاء، مسيرة إخلاص، مسيرة حب لأهلنا وإخواننا في فلسطين الغالية. بشرى بشرى لغزة، إن شاء الله يا شعب فلسطين تتحروا وتحرر أرضكم إن شاء الله يا ربي. كي تكون هجرة تقول لكم يهودي راهو معنا. تحياتنا تحياتنا إن شعب الجزائر يبكي عليكم كما راكم تبكوا انتوما. احنا قلوبنا الجزائر من قبل دولة وشعب معاك يا فلسطين إلى الأبد إلى الأبد إلى الاستقلال إن شاء الله.